غادي تمشي تشجع أسود الأطلس في لاكان 2019، سنقدم لك بعض النصائح اللي تقدر تفيدك. بالنسبة للبيو دافيون، خاصك تعرف بأن الجامعة الملكية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية داروا واحد الشراكة كلك تاخذ بها ان بيو دافيون الي روتور من 3000 حتى 4000 درهم. ندوزو دابا للبيدجي. الى المنتخب المغربي تكاليف الفينال، خاصك ان بيدجي ديال 12000 درهم تشمل المبيت والاكل والنقل. في هذا ليفينمون سبورتيف الكبير خاصك تاخذ لا شومبر ديالك على 9 ساعات. تقدر تلقى اون شومبر دوبل من 300 حتى 900 درهم الليله في وسط المدينه. ننتقلوا دابا للاكل. في مصر يمكنك تاخذ وجبه كامله ابتداء من 25 حتى 80 درهم. في المطاعم الكبرى الوجبه تتوصل حتى 500 درهم. باش تبقى مكونيكتي للسفر ديالك في مصر، يمكنك تاخذ اون كارت سيم بلا ريشارج ديالها ابتداء من 60 درهم. ما تنساش تشرب الماء بزاف باش تبقى اون فورم طول لا جورني نظرا للصهد اللي كاين في مصر في هاد لا بيريود. وإلا ما استعفكش الحظ تفرج في المنتخب الوطني في مصر، ما عليك غير تمشي للكافي مع صحابك، لامبيونس غادي تكون اكيد زوينه.